رجل يصلي جميع الفروض ولكنه يصليها في منزله، هذا تارك لواجب عظيم وهو صلاة الجماعة، فهو أدى الصلاة ولكنه ترك واجبا وهو صلاتها في الجماعة، فإذا كان معذورا فلا بأس، وأما إذا كان غير معذور فلا يجوز له هذا وهو آثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمسلم يصلي مع الجماعة. ولماذا بنيت المساجد؟ ولماذا شرع الأذان والنداء لها إلا لتصلى جماعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بأصحابه، وكان يتفقدهم ويقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، ويقول: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. دل على وجوب صلاة الجماعة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن، يعني الصلوات الخمس، من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لضللتم ولتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فليحافظ المسلم على صلاة الجماعة ولا يتهاون بشأنها. نعم.